اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم من ملعب مصطفى بن جنات بالمناسيرة، تحية لكل مشاهدي ومتابعي القناة الوطنية الأولى في مباراة من الجولة 20 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد المناسير اليوم يستضيف الترجي، مباراة أكيد ستكون مشوقة على أرضية ملعب بن جنات في انتظار الانطلاقة وبداية التعليق مع ثنائي شهير وحبيب. الكلمة لذاكر في الاستجوابات ما قبل المباراة. ذاكر مرحبا بك. تحية ليك شهير، تحية لحبيب، تحية لكل مشاهدي الوطنية الأولى. مباراة اليوم مباراة حلوة برشا منتظرة من خلال النتائج نتاع الفريقين في الآونة الأخيرة، خاصة فريق الاتحاد الرياضي المناسير اللي قاعد في أداء يقدم في مستوى ممتاز جدا اليوم في ملعبه أمام الفريق صاحب مرتبة الأولى الترجي الرياضي التونسي. واليوم أكيد ناخذوا رأي فني للمباراة هذيا مع لاعب الاتحاد المناسيري مجدي المصراتي، صحيح غايب على الميادين لكن يتبع الفريق نتاعه. مجدي في البداية الاتحاد يقدم في اداء ممتاز وقاعد يتحسن المستوى نتاعه، ويظهر اليوم مقابله نجم تعطينا فكره كبيره حول وين وصل الاتحاد المنصري بالضبط. صحيح كما قلت، يظهر لي في الفاز التور الاتحاد المنصري هو في المرتبه الاولى. اليوم نلعب كونت منافس كبير ترجي الرياضي التونسي، ان شاء الله نكونوا معناتها في الموعد، ان شاء الله معناتها نكملوا كلاسيه بريمير في الـ في الـ في, في الديزيام فاز، وان شاء الله معناتها نتهناو على المانتيان ان شاء الله اليوم، خاطر اليوم نربحوا نعملوا 26 بوان واليوم معناتها نلعب بالحق على مرتب مشرفة إن شاء الله، وأنا متفائل إن شاء الله تروبو عندنا اليوم إن شاء الله. شكرا لك مجدي، يعطيك الصحة. عثمان النجار أكيد الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي. عثمان، مباراة اليوم قبل مباراة مازيمبي في الوضعية الحالية نتاع الاتحاد المناسيري، فريق قاعد يربح البرة والداخل، يظل قريته ألف حساب الاتحاد المناسيري. أكيد تركيزنا الكلي على المباراة هذه، الاتحاد المناسيري صحيح قاعد يتعدى بفترة باهية، لكن احنا بقدرة ربي كما العادة ان شاء الله عقدي العزم باش نخرجوا بمباراة باهية، وان شاء الله يا ربي لي 3 بوان يكونوا من حليفنا، وهذوما لي 3 بوان ان شاء الله يكونوا ديسيزيف في باقي الباركور تاع الشامبيون. وتقريبا من التشكيلة الأساسية معناها الترجي قرا حسابه كما يلزم للمباراة هذه. أكيد ماناش نلعبوا في ماتش ساهل، أدفرسير صعيب بالكدا، قاعد كما قلت عدى فترة باهية، عنده معناتها دي روبير قاعد ينجح بهم بالكدا. يلزمنا نكونوا احنا بيان سور او كومبلي كما نقولوا، وجوارات كل الحاضرين ان شاء الله، وان شاء الله يتعدى ماتش باهي، وكما قلت لك ان شاء الله يا ربي الفوز يكون عندنا احنا ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه عثمان النجار. اكيد لك الخط شهير ومعك محمد حبيب في متابعه لمباراه الاتحاد المناسيري الترجي الرياضي التونسي. شكرا لك ذاكر. نذكر انه الزوز فرق في مرتبه ممتازه في مرحله الاياب الى حد الان، هما اللي عندهم الصداره 5 انتصارات وتعادل. الزوز فرق، الاتحاد في المركز الثامن حاليا برصيد 23 نقطه مع الجي اس كا بعد 6 انتصارات 5 تعادلات و8 هزائم، والترجي المتصدر ب 46 نقطه 14 انتصار 4 تعادلات وهزيمة واحدة كانت في مباراة في المرحلة الذهاب. حبيب أكيد اليوم مباراة بين زوز فرق اللي عندهم كيف ما قلنا أفضل النتائج في مرحلة الإياب، خلينا نستناو مباراة باش تكون مشوقة في ملعب بن جنات. مرحبا بك شهير، مرحبا بكل مشاهدي قناة الوطنية الأولى. مباراة قمة لقاءات الجولة 20 ستنطلق بعد قليل بصفيرة الحكم نضال الطيف، مباراة كبيرة مهمة للفريقين، للترجي من أجل تأكيد الصدارة والاتحاد الرياضي المناسير من أجل تأكيد سلسلة النتائج الإيجابية. عندهم 16 نقطة في مرحلة الإياب، الترجي والمناسير هما صاحبي الصدارة في مرحلة الإياب، ولكن في مجموع الذهاب والإياب لحدود الجولة 20 الترجي في الصدارة عنده 46 نقطة. نمر لتشكيلة الفريقين، نبدأ بالضيوف. 19 في المرمى رامي جريدي على اليمين، 24 إيهاب المباركي، 20 على اليسار أيمن بن محمود ثنائي المحور، 5 القائد شمس الدين الذوادي ومعاه 3 أيمن محمود، قدامهم الكامروني فرانك كوم، أيضا 25 غيلان الشعلاني، 18 سعد بقير، 10 الجزائري يوسف البلالي، 13 المتميز رائد الفيدا، 11 طه ياسين الخنيسي. بالنسبه لمقعد بدلاء الترجي والمدرب معين الشعباني، 1 حارس مرمى الثاني معز بن شريفيه، 22 سامح الدربالي، 9 بلال الماجي، 28 محمد امين المسكيني، 15 فوسني كوليبالي الايفواري، 17 الليبي حمد الهوني، و7 ادم الرجيبي. وغيابات بطبيعه تعرفوهم بسبب الاصابه الترجي، انيس البدري، خليل شمام، محمد اليعقوبي وجينيور لوكوزا. هذه تشكيله الترجي وانطلاقه المباراه. شهير عندك تشكيله
الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد المنستيري دون تغييرات مقارنة بالجولة اللي تعدت لربح فيها سي اس اس 3-0 اليوم في المرمى، واحد محمد علي جراد مع خمسة زياد المشموم، 30 فهمي بن رمضان، أربعة حسام الزديري، ثلاثة على زهير، 15 عامر العمراني، 14 ياس جلاصي، 27 عزيز الشتيوي، 10 ياسين العمري، 7 رفيق كابو، 11 علي العمري. بالنسبة للاحتياطيين نلقاو بشير بن سعيد كحارس ثاني، معاه أمير الصباحي، فادي العرفاوي، جون لونغولو، مع فهمي قاسم، عبد الرحمن الرياشي، ومهدي الكوت. المدرب كما هو معلوم لسعد الدريدي. بالنسبة لطاقم تحكيم المباراة، الحكم الرئيسي نضال الطيف، المساعد الأول يمن الملوشي، مساعد ثاني محمد مزيد، حكم رابع حسين بالحاج علي، ومراقب المباراة زبير النويرة، والانطلاقة بمخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري اليوم أمام جماهيره في ملعب بن جنات، بجمهور يحضر المباراة اللي شجع منذ البداية. تتلعب ضربة المخالفة في منطقة الترجي والرأسية من المدافع حسام الزديري، قبلها الصافرة، هذا أمامكم المدافع حسام الزديري، تعدى بعديد الأندية قبل الوصول للاتحاد الرياضي المنستيري. رامي الجريدي اللي يعرف عودة للتشكيلة الأساسية للترجي بعد ما كان حاضر معز بن شريفية، هم ثلاثة ملاعبية فقط من التشكيلة اللي لعبت أمام النادي الرياضي لحمام نانف وربحت 1-0 موجودين اليوم في التشكيلة الأساسية، إيهاب المباركي، أيمن محمود، ورائد الفادع، هذا الثلاثي فقط اللي واصل التواجد للمباراة الثانية على التوالي. في المقابل تغييرات عديدة كما سنسنا الإطار الفني للترجي حبيب في مباريات تعديات، أكيد بين مسابقة إفريقية ومسابقة محلية يلزم تدوير الإفكتيف بالنسبة للمعين الشعباني. مباراة 27 أفريل أيضا 4 مايو، الترجي الرياضي التونسي خمم في مباراة التي بي مازامبيل كونغولي في إطار نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، لكنه أيضا يخمم في البطولة أمام منافس صعب اسمه الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد عنده 8 مقابلات دون هزيمة، الاتحاد اللي يشوف نتائج بداية الموسم لا يصدق بطبيعة هذا الإنجاز إلى حد الآن. الاتحاد المنستيري من أجل ضمان البقاء، وشوف الإعادة، ضربة مخالفة وأول المخالفات بطبيعة القريبة من رائد الفادع صاحب هدف الجولة الفارطة والانتصار على نادي رياضي لحمام الألف. المقابل الاتحاد المنستيري فاز على نادي صفاقسي خارج القواعد بفضل ثلاثية رفيق كابو من المفرقات، لأنه زوز ثلاثيات هذا الموسم كانوا مناسب الاتحاد. أتونا نرجعوا بأكثر تفاصيل، لكن قبل هذا ضربة المخالفة للترجي الرياضي التونسي أمامك الحارس محمد علي جراد، الكرة بين أقدام اللاعبين والكل ينتظر مصير هذه المخالفة. رائد الفادع أكيد الحكم قاعد ينبه على اللاعبين قيمة الرهان في هذه المباراة. رائد الفادع ينفذ الكرة، ترجع وأول الكرات وأول الفرص كانت من نصيب الترجي الرياضي التونسي. انتظرنا للدقيقة الرابعة كي نشاهد أول فرصة كانت للترجي الرياضي التونسي من إيهاب المباركي، كانت توزيعة من رائد الفادع دقيقة، ولكن رأسية المباركي تخطئ الشباك. الكرة للاتحاد للقائد المشموم، ثلاثي المحور، الاتحاد يلعب بثلاثة في المحور، حسام الدين الزديري أيضا على زهير، وعامر العمراني عنده الكرة، يطلب فهمي بن رمضان. الاتحاد الرياضي المنستيري من أجل ثلاثة نقاط أمام المتصدر تقريبا بهزيمة وحيدة، الترجي أمام النادي الرياضي الصفاقسي هو أفضل خط دفاع وأيضا ثاني أفضل خط هجوم. هذه كرة الاتحاد الرياضي المنستيري، واجه لي واجه شنو باش يعمل علي العامري، مازال اختار الدفاع الترجي الرياضي التونسي، سددوا أول الكرات، ورامي جريدي يخرج الكرة ضربة ركنية ترجع لإلياس الجلاسي، سدد ولكن تضرب في المدافعين. شوف الإعادة ترجع لإلياس الجلاسي، وفرانك بنزيلاقية كانت غدارة، ولكن رامي جريدي خرج كرة ضربة ركنية، والاتحاد الرياضي المنستيري دون جس نبض. شأن الترجي الرياضي التونسي، يبقى إلياس الجلاسي وحيد من أجل تنفيذ ضربة الركنية، وصلنا لتوقيت 5 دقائق لعب، مباراة فيها نسق إلى حد الآن دون جس نبض
بين الفريقين. بنى الترجي المتصدر وصاحب المركز الثامن بالشراكه مع جي اس كا الاتحاد الرياضي المنسيري في القائم الاول. ترجع من دفاع الترجي الرياضي التونسي ونسق جنوني لا باس به. وصفيره الحكم نضال الطيف تعلن مخالفه للترجي الرياضي التونسي الشهير. بدايه قويه من الجانبين، فرصه بفرصه المبارك يرد عليها الياس الجلاسي. والمباراه مفتوحه منذ البدايه، هذا اللي حكينا عليه، ونستناول الاهداف بين الزوز فرق اللي يعودون في المباريات الاخيره والمواجهات الاخيره ان تكون الفرجه مضمونه، ان تكون الاهداف حاضره. ولو انه تاريخيا الافضليه للترجي في مواجهاته مع الاتحاد، ولكن نستناول اليوم رده فعل الاتحاد او مواصله الترجي بالانتصارات، خاصه انه اربع مواجهات الاخيره ربحها مبني باب سويقه في المقابل. الاتحاد المنستيري بتسع انتصارات فقط على الترجي. هذه كره في منطقه الجزاء تخرج من الدفاع، تخرج من الدفاع، كانت كره لحامل القميص 10 ياسين العمري في منطقه الجزاء، وتدخل دفاع الترجي في الوقت المناسب. كره للهداف، هداف البطوله طه ياسين الخميسي الى سعد بقير للكامروني كوم، يرجع لهاب المباركي في الجهه اليمنى. اليوم هاب المباركي بعد ما كان حاضر المباراه الماضيه من نادي حملنف كظهير ايسر في غياب ايمن بن محمد واصابه حسين الربيع. عود الكره الى الحارس رامي الجريدي، عوده في محور الدفاع ايضا لشمس الدين الذوادي. رامي الجريدي طويله كورتو لشكون يمشي، راى دلفادع ما ياخوهاش، قبله موجود فهمي بن رمضان. ارجع كره دائما بين ملاعبيه الزوز فرق، كرات العاليه ارجع للترجي، راى دلفادع يمشي الفادع يتعدى، لا موجوده الانزلاقيه، ممتاز حامل القميص 27 عزيز شتيوي ابن الترجي موجود اليوم مع الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة تعود مرة أخرى، كرات ضائعة من هذا الجانب ومن ذاك، ترجع في مناطق الترجي ولكن التماس موجود ما يوصلش على الكرة. رأد الفادع أمامكم على الصورة، حامل القميص 13 هو التماس لفهمي بن رمضان، يمشي بن رمضان باش يلعب التماس، يلعب كرة مع ياسين العمري، يعود مرة أخرى دائما لصالح الاتحاد المنستيري، محاولة المرور من علي العمري، العودة لفهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان، ترجع له كرة من جديد يحاول يتوغل، ترجع الكرة من الدفاع من جديد والمخالفة، المخالفة للاتحاد، المخالفة للأزرق المنستيري بعد تدخل علي العمري أمامكم على الصورة. علي العمري وضربة المخالفة، مباراة تنطلق بالكرة الثابتة، كانت مخالفة في البداية ترجية ثم عودة الاتحاد بركنية ومن ثم المخالفة مرة أخرى. هذا أمامكم يهب المباركي في التدخل الأخير، رامي الجريدي ينبع على الدفاع للتركيز أكثر في منطقة الجزاء، خاصة مع توزيعات الياس الجلاسي وأيضا ياسين العمري. جلاسي اللاعب السابق للترجي للملعب التونسي والجمعية البطن، ترجع الكرة والتوزيع من جلاسي، ارجع من رامي الجريدي، رامي الجريدي رجع كرة، يمشي الاتحاد المنستيري، الياس الجلاسي مرة أخرى مع إيهاب بالمباركي، كرة ثم لمسة اليد بإشارة من الحكم نضال الطيف. ثمن مبارياته في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، والمباراة الثانية اللي صفرها للزوز فرق بعد ما صفر للترجي جولة خامسة مع مستقبل جابس هذه الإعادة، وجولة 14 للاتحاد المنستيري في باردو مع الملعب التونسي. حبيب تبقى الكرة والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، يمشي شمس الدين الذوادي ياخذ وقته، مدافع الترجي الرياضي التونسي يسجل عودة للتشكيلة الأساسية مقارنة بالجولة الفارطة ضد النادي الذي حملها في كرة عالية، يمشي الجلاسي ما ياخذهاش، الذوادي أسبق تمشي إلى التماس. وأنت حكيت على تاريخ المواجهات لهذا اللي قاعدة 86، 47 انتصار للترجي، 9 للاتحاد و29 تعادل بين الفريقين، ومن 2007 الاتحاد في البطولة لم يفز على الترجي، كان موسم 2007 3-1 في تونس فوز الاتحاد. التماس شوف الإعادة، شمس الدين الذوادي أسبق من علي العمري أو ياسين العمري، والتماس الاتحاد الرياضي المنسيري، فهمي بن رمضان يبحث على المساندة، يرجع للخلف الموجود حسام الدين الزديري، بدل علي الزهير عليها الاستلام، وبداية هجمة للاتحاد، نسبة امتلاك كرة لحد الآن أفضل الاتحاد. رفيق كابو السريع، رفيق يوزع على كرة، الحكم مش يقول ما فماش احتكاك وما فماش المخالفة، تبقى للترجي الرياضي التونسي، ولكن يرجع للمخالفة على الحارس
رامي الجريدي، كانت عملية سريعة من المشموم والتمرير في اتجاه كابو أمامكم على الصورة، يسقط على أرضية الميدان ياسين العمري، ولكن الحكم يقول ما فماش ضربة المخالفة بما أنه اللاعب فقد التوازن نتاعه. ترجع لرامي الجريدي، رامي الجريدي يطول الكرة، ترجع من دفاع الاتحاد تحديدا من حسام الدين الزديري، تبقى لعزيز الشتيوي، ياخذ الكره ياسين العامري، يعمل المراوغه ياسين، يسقط ارضيه الميدان، والحكم نزال الطائف يقول ما فماش ضربه المخالفه، لكن يبقى الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المناسب. رفيق كابو ترجع من الجلاسي، عشوائيه تمشي، والعنوان الوحيد رميه 6 امتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. شوف الاعاده والحكم بالطبيعة فقد التوازن نتاعو، مخالفة الحكم على كل نزال الطيف، مر بمواصلة اللعب الكرة الحكم. هذا نزال الطيف اللقاء الثامن ليه في البطولة، المباراة الثانية للترجي بعد ما صفر لقاء الجولة الخامسة كما ذكرت شهير 3-0 ضد مستقبل جيبس كان للترجي. أيضا مباراة الاتحاد المنسيري والملعب التونسي في باردو، وانتصار خارج القواعد لأبناء لسعد الدريدي، كرة عالية ترجع من الدفاع ما ياخذش شتي، ولكن يلقاها كوم سعد بكير، التمرير من الجهه اليسار وين موجود ايمن بن محمد، بالفعل ايمن بن محمد، فرانك كوم بين ثلاثه ملاعبيه، التمرير سليم، الكره تبقى لصالح الترجي الرياضي التونسي، وخروج الحارس محمد علي جناد، ثم الدفاع الترجي يرد على الكرات الاخيره للاتحاد الرياضي المنسيري، التماس للترجي الرياضي التونسي، الكرة تلعب بسرعة في اتجاه سعد بكير لكن متفتن، دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري يرغب في 3 نقاط كل فريق في هذه المباراة. فرانكوم يزلق على الكرة، يفقد التوازن نتاعو لكن يرجع يدارك التمرير والامتلاك، ولكن بين مدافع ومهاجم، الأفضلية لفهمي بن رمضان مدافع الاتحاد الرياضي المنسيري، يحب يخرج بالكرة بنظافة ما يطيش الكرة، الاتحاد المنسيري ليس جلاسي يبحث عن المساندة، والمخالفة مرتكبة من سعد بكير. في الماضي القريب كانوا يمثلوا وسط ميدان الترجي، نحكي لليس جلاسي، وايضا هذه الاعاده سعد بكير، المخالفه موجوده والصافره مضمونه من الحكم نزال الطيف، الكره عاليه تمشي رويدا للحارس رامي جريدي، خليها تخرج رميه 6 امتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. هذه الاعاده ما فماش تسلل، تمركز تاع ياسين خنيسي كان سليم، ولكن الحارس تمريره ممتازه من البليلي، ولكن الحارس مستفيق، نحكي ونتحدث الحارس المتالق محمد علي جراد. الكره رميه 6 امتار امامكم تاع ياسين الخنيسي هدف البطوله، ترجع الكره وتبقى الامتلاك لصالح الاتحاد الرياضي المنسيري. علي العامري يستعرض الفنيات، اين المسانده، يلقاها من حسام الدين الزيري، يقرب الجلاسي يريث اللعب، جلاسي ايضا امامه عامر العمراني، التمرير لبن رمضان، جلاسي، الاتحاد لا يخسر الكره، فما الفنيات، فما الانتشار المحكم بطبيعه، هذا ما يجسدوا المدرب لسعد الدريدي، ايضا يقابلوا مدرب ممتاز، نحكي على معين الشعبيني. لحد الان مباراه متوازنه شهير بين الفريقين، الفرص موجوده من هذا الجانب او ذاك. اول كره طويله في مناطق الترجي من الاتحاد المنسيري، ما يخواش كابو مع عوده ايمن بن محمد، والتغطي على الكره الاخيره، الكره للترجي تعود بضربه المخالفه بسرعه، يلعب شامو، يلعب كره على اليمين مع إيهاب المباركي، المباركي العودة الغيلان الشعلالي في وسط الميدان، شعلالي العائد بقوة في المباريات الأخيرة في التشكيلة الترجية، شفناه في التشامبيونز ليج أمام شباب قسنطينة، موجود أيضا اليوم في البطولة، وأكيد أنه الأسبوع القادم يوم السبت القادم الموعد باش يكون هام جدا لممثل كرة القدم التونسية في رابطة الأبطال أمام قوي مازيمبيا، البداية في ملعب رادس، ثم إن شاء الله تكون النهاية في لوبمباتشي بانتصار وتأهل للدور النصف النهائي، الدور النهائي. تعود الكرة بضربة مخالفة حاليا، هذه الإعادة مرة أخرى، تدخل شمس الدين الذوادي على ياسين العمري، أول مخالفة من جديد الاتحاد المنستيري، الكرات الثابتة إلى حد الآن في المباراة، ننتظر الاستغلال
بالنسبه للزوز فرق كيفاش باش يكون، خاصه انه الكره الثابته مع الطقس حاليا اللي فيه برشا ريح تنجم تعاون الملاعبيه والزوز فرق. ضربه المخالفه الياسر الجلاسي بمفرده في التنفيذ، الجلاسي ننتظر التنفيذ اكيد باش يوزع في منطقه الجزاء، يلعب كره طويله تعودت شمس الدين ذوادي، يخرج الكره في منطقه الترجي دائما، ترجع من الياس الجلاسي عاليه كره قريب من مناطق الجزاء، تخرج بتماس، التماس يعود للترجي، التماس للترجي والكره الاخيره باش ترجع باشاره، هذا ممكن علي العمري على الصوره كان صاحب اللقطة الأخيرة وهي مخالفة تتنفذ بسرعة في اتجاه طه ياسين الخنيسي، يمشي الخنيسي، الخنيسي يضغط على المدافع، المدافع زياد أو عامر العمراني اللي خرج الكرة، عامر العمراني وكرة وضربة الركنية الأولى للترجي، الركنية الترجية بعد ما كانت للاتحاد المنستيري من بداية المباراة، ننتظر التنفيذ هل يكون ثنائي بن سعد بكير ورائد الفادع. ضربة الركنية في توقيت ربع ساعة لعب في هذا الشوط الأول، نتيجة ما زالت متعددة، تلعب الكرة رائد الفادع، سعد بقير يوزع الكرة، سعد بقير في منطقة الجزاء، الفادع ما يحسنش إلا ترويض وتعود الكرة بسرعة للاتحاد المنستيري، ياسين العمري، ياسين العمري للسريع رفيق كابو، كابو يحاول يتعدى لكن العودة في الوقت المناسب من أيمن محمود، تتغير الكرة لرفيق كابو مرة أخرى في محور دفاع الترجي، ترجع كرة دائما لعلي العمري، العمري، العمري يدخل منطقة الجزاء قدامه فرانك كوم، مازال محافظ على الكرة علي العمري، التدخل من كوم والركنية، الركنية للاتحاد المنستيري، تدخل فرانك كوم أمامكم على الصورة، الكامروني من متوسط ميدان إلى مدافع، العودة في الوقت المناسب أمام علي العمري، كانت كرة وانطلاقة بهجمة معاكسة، حاول يستغلها الاتحاد كما يجب خاصة مع استغلال سرعة رفيق كابو صاحب ثلاثية الفوز الجولة الماضية أمام النادي الرياضي الصفاقسي، الياسر الجلاسي في تنفيذ ضربة الركنية، ضربة الركنية المرة هذه على يمين رامي الجريدي تتنفذ ثنائية، ترجع الجلاسي مرة أخرى، الجلاسي شو يعمل بالكرة؟ يوزع تضرب في الدفاع، ترجع لفرانكوم بالراس في اتجاه البلايلي، بين 10 الترجي و10 الاتحاد، تفوق للاتحاد لياسين العمري بعد لقطة ممتازة وفنية رائعة، تعدى من خلالها فسخ المدافع وضرب الكرة بعيدة على مرمى الحارس رامي الجريدي، هذه الإعادة مرة أخرى أمام البلايلي ثم مع سعد بقير والمرور ممتاز وكرة إلى حد الآن للترجي حبيب في انتظار أول الأهداف، إما حمراء وصفراء ترجية أو زرقاء وبيضاء للاتحاد. والفرص موجودة لحدود مطلع دقيقة 18 بين الفريقين، بين الترجي الضيف والفريق المستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري، ما يحبش يساوم على أرضية الميدان ولكن هذا الضيف ضيف ثقيل من العيار الثقيل الترجي الرياضي التونسي، تبقى الكرة لسعد بقير يرجع للخلف لدفاع الترجي، أيمن محمود يعمل المراوغة، أيمن محمود يرجع لحارس مرماه رامي الجريدي، فما الضغط من هجوم الاتحاد الرياضي المنسيري، تمشي للشمس الدين الذوادي، الاستلام من إيهاب المباركي يرجع للذوادي، الترجي الرياضي التونسي قاعد يستحفظ ويمص في ضغط الاتحاد الرياضي المنسيري في الدقائق الأولى، الكرة للترجي الرياضي التونسي ترجع من أيمن بن محمد لأيمن محمود، طويل الكرة لكن فامي بن رمضان أسبق من الجميع، تمشي لعلي العامري، الترويض علي يبحث عن المسيدة، تمرير بلقطة فنية بن رمضان يوزع الكرة، هذه كرة ياسين العامري يرجع، فما العزيز الشتيوي يسدد ولكن مشيت بعيدة على مرمى الحارس رامي الجريدي، تتكثف العملية الهجومية أمامكم على الصورة، عزيز الشتيوي كرة راجعة كانت والتسديدة فوق المرمى، فوق مرمى الحارس رامي الجريدي، هذا هو أمامكم على الصورة، عزيز الشتيوي ابن الترجي الرياضي التونسي والتسديد تنقص الدقة، على كل الفرص موجودة والفرجة مضمونة في قمة لقاءات الجولة 20 بين الفريقين، بين الترجي والاتحاد الرياضي المنسيري، كرة للترجي لا يخسرش الكرة، تبقى الامتلاك لصالح أيمن بن محمد والمخالفة على الظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي،
يلعب الكره بسرعه، هذه الاعاده كابو والمخالفه واضحه، وسفيره الحكم نضال الطيف تمنح مخالفه للترجي الرياضي التونسي. تمشي الكره لهاب المباركي، التوزيع اتجاه الخنيسي، البلايلي ياخذ الكره، البلايلي يبحث عن المسانده بينيه ولكن الحارس يخرج الكره، ضربه ركنيه قبل طه ياسين الخميسي مستفيق امامكم. الخميسي تقريبا نفس العمليه تكررت منذ لحظات، التمرير من البلايلي بباطن الرجل والخميسي تليق كالعاده، والمتميز محمد علي جراد مستفيق فوق الجميع. ضربه الركنيه للترجي الرياضي التونسي امامكم، هدف البطوله طه ياسين الخميسي في رصيده 10 اهداف. ترجع الكرة، ضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. سعد بقير، سعد بقير في القائمة الأول، ترجع من الذوادي، هذه اختيار الدفاع الاتحاد الرياضي المنسيري، ولكن الحكم يقول ضربة ركنية ويغير الزاوية من اليسرى إلى اليمنى. الكرة والركنية للترجي ضاغط في هذه الدقائق. تبيع يرد على هجمات الاتحاد المنسيري اللي كان هو ماسك بزمام الامور. نحكي في العدد نتاع الفرص كان اقرب من الترجي الرياضي التونسي، لكن الترجي عاده ما يرد على هجوم الاتحاد الرياضي المنسيري. ضربه الركنيه الجديده لصالح الترجي الرياضي التونسي تتنفذ، ترجع من الدفاع، يبقى الاختار للكاميروني فرانك كوم. كوم التمرير يخلط عليها قبل التماس، يوسف البلايلي يعمل المراوغه، الجزائري يوسف البلايلي، هذه اختيره البلايلي، البلايلي البلايلي وسع الكوره، وكاد يكون الهدف. الخميسي فات عليه هدف رقم 11 في البطولة الرأسية، نفس العمليات، ثنائي القوة، ثنائي القوة الضاربة. هذه الإعادة البلايلي ما تخرجش الكرة، الفنيات موجودة، الفرجة مضمونة من البلايلي، والتوزيع الخميسي بالراس، ولكن الكرة تخطئ شباك الحارس محمد علي جراد. شوف الإعادة ما خرجتش، لا ما خرجتش بأكملها الكرة، والحكم محق في قرار يوسف البلايلي، والفرصة وجرات كالعادة موجود، ولكن الخميسي فوق الجميع، فوق عامر العمراني، وورقة صفراء بسبب الاحتجاج كانت دي فهمي بن رمضان أو من على كل احتجاجات على صفيرة الحكم نيثال الطيف. الحقيقة كان سليم، ورقة صفراء أمامكم على الصورة، فهمي بن رمضان شهير الترجي لما ياخذ الكرة، لما يوصل لمنطقة ال 18 خاصة، نحكي على الثنائي طه ياسين الخميسي وأيضا يوسف البلايلي، وبالطبيعة الفرص والخطورة تبدو واضحة ومضمونة لهجوم الترجي. والكرة كانت صعبة على دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري المطالبة بأنه كرة خرجت وغادرت الميدان. في المقابل الحكم الرئيسي والمساعد الأول أيضا يمن الملولشي كان عندهم رأي آخر، كرة ما تجاوزتش الخط النهائي للميدان. ما ثماش علاش النقاشات، يعني ما ثماش علاش مثل هذه الحركات من فهمي بن رمضان أمام الحكم نضال الطيف. يلزم احترام قرارات الحكم، هو قاضي المباراة، هو اللي عنده الصفرة، وهو قراره اللي يمشي في المباراة. تعود الكرة بضربة 6 أمتار للحارس محمد علي جراد، من أصغر الحراس في بطولة هذا الموسم الحارس محمد علي جراد، ومرحلة إياب ممتازة للاتحاد المنستيري وأيضا للترجي. الاتحاد والترجي 5 انتصارات وتعادل في مرحلة الإياب، يعني إذا كان نحسبوا بالحسابات هما الأفضل إلى حد الآن في الرتور. تعود الكرة بضربة التماس لصالح الترجي، يمشي إيهاب المباركي في الجهة اليمنى، إيهاب المباركي مش يلعب التماس، وين موجود معين الشعباني أمامكم على الصورة، مدرب الترجي، أرقام إيجابية جدا مع الأحمر والأصفر إلى حد الآن. يطيش الكرة لخنيسي والإنذار، واضحة اللقطة والإنذار، إن شاء الله المباراة تكمل سلامات، إن شاء الله ما نشوفوش فيها الورقات الحمراء. هذه الإعادة كانت مخالفة للاتحاد المنستيري، مواصلة اللعب، الصفرة موجودة من حكم المباراة، نرفزة من طه ياسين الخنيسي، طيش كرة ويتحصل على الإنذار. المخالفة كالعادة من إلياس اللجلاسي، إلياس اللجلاسي باش يلعب كرة المخالفة. هذا الأسعد الدريدي أمامكم، إيش حطيت لها يا دريدي بين الروتور ولالي. مباراة لحد الآن للزوز فريقين متعادلة، ومردود كان ممتاز قلنا للاتحاد المنستيري في مرحلة العودة
عكس مرحلة الذهاب والأرقام السلبية تحولت إلى أرقام إيجابية. الاتحاد المنستيري مع الأسعد الدريدي منذ الجولة الرابعة موجود مع الفريق إلى حد الآن 16 مباراة، عمل فيهم 6 انتصارات 6 هزائم و4 تعادلات، هذه الإعادة للقطة أخيرة ومخالفة والعودة لحكم المباراة للإشارة لضربة المخالفة أو لا ضربة 6 أمتار بالنسبة لحكم المباراة يقول ثم ضربة 6 أمتار. نستناو نضال الطيف إيش يعمل بالكرة، يرجعها للاتحاد المنستيري مرة هكا ومرة هكا، الحكم يلزم ياخو قرار صائب قرار مناسب في الوقت المناسب. الكرة تعود بضربة مخالفة للاتحاد المنستيري تتنفذ بسرعة، يمشي تغادر الميدان ويعود للتماس للترجي من جهة أيمن بن محمد. 8 لقاءات الأولى مع المدرب الأسعد الدريدي غاب فيها الانتصار، ثم من جولة 12 والانتصار مع الدريدي المدرب السابق للنادي البنزرتي والملعب التونسي والنادي الصفاقسي، وثمانية لقاءات أخيرة ومتتالية دون هزيمة إلى حد الآن. ترجع الكرة تماس، يمشي حسام الزديري يلعب كرة في المحور مع عامر العمراني، عامر إلى الزديري مرة أخرى، الزديري للعمراني رجع الكرة، يمشي يقرب أكثر للرواق الأيسر إلى فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان يحاول يتعدى بهب المباركي، يرجع بكرة لعلي العمري، علي العمري قدام رأد الفادع، يتيح العمري والمخالفة لشكون يقول الحكم مخالفة تعود ترجية، مخالفة ترجية. غيلان الشعليلي بسرعة يلعب كرة، غيلان الشعليلي إلى البليلي، البليلي يعمل المراوغة، يوسف البليلي البحث عن المساندة في اتجاه أيمن بن محمد، أيمن بن محمد ما يخلطش على الكرة قبله دفاع الاتحاد المنستيري، لكن الاستماتة من ظهير أيسر الترجي تعود الكرة والمخالفة لا، يعطي الأسبقية الحكم، كرة داخل منطقة الجزاء للخنيسي يصوب الكرة، ترجع من عامر العمراني، ترجع من العمراني، الارتماء في الوقت المناسب من عامر العمراني، كرة طويلة يقطعها أيمن محمود، تعود ترجية كان الاختر في مناطق جزاء الاتحاد المنستيري، وكرة تعود من إيهاب المباركي إلى رائد الفادع، مقطوعة من فهمي بن رمضان، يمشي بن رمضان كرة في وسط الميدان، تقطع مرة أخرى للشعلالي، شعلالي البحث عن جهة يسرى فيها البليلي وأيمن بن محمد، كرة ما خرجتش أو خرجت، إيش يقول المساعدة تماس يعود حبيب للاتحاد المنستيري، ولحظات أخيرة كانت ممتازة فنياً، النسق ارتفع نوعاً ما بين الزوز فرق إلى حد الآن. 50-50 هذه الإعادة، الكرة الأخيرة متاعت ياسين الخنيسي، وتدخل دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري تحديدا من القائد زياد مشموم اللي عنده الكرة، يرجع للخلف بين الثابت والدهاء، زوز مدربين يجلسوا على دكة الاحتياط، نحكي الثابت لمعين الشعباني مع تتالي المقابلات والمسابقات يعرف كيش يدور الرصيد البشري، فنقول انه ثابت في الاختيارات بطبيعة متاع اللاعبين، وايضا الدهاء لمدرب عنده رصيد بشري نقوله محدود نوعا ما، يعرف كيفاش يخرج من عنق الزجاج، ولكن نشاهده في مرتبة مشرفة جدا إلى حد الآن نظرا مع انطلاقة الموسم ولا تليق بفريق كما عراقة الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة ترجع للحارس رامي الجريدي، الجريدي الكرة فوق الجميع، دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، رائد الفادع يخلي كرة تخرج إلى التماس. الترجي عنده أفضل سلسلة في البطولة لحد الآن 16 مباراة دون هزيمة، يعني 42 نقطة حققها ترجي رياضي التونسي. الكرة لصالح الضيوف في المقابل، الاتحاد المنستيري عنده 23 نقطة بطبيعة وسلسلة كانت إيجابية في الثمانية جولات الأخيرة. الكرة للترجي رياضي التونسي، الذوادي خاطئ لا، يمشي البليلي، الخطأ يأتي من الجزائري والمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. شمس الدين الذوادي هو اللي ارتكب المخالفة، تعادل في كل الأرقام، الورقات الصفراء أمامكم علي العمري، والمخالفة اللي ارتكبها شمس الدين الذوادي، تعادل في الفرص، أيضا تعادل في الورقات الصفراء
فامي بن رمضان وايضا طه ياسين خليسي. هذه كره للاتحاد ترجع من دفاع الترجي الرياضي التونسي. البلايلي ياخذ الكره بالراس ينطلق من الجهه اليسار البلايلي البلايلي وموجود انزلاقيه من عزيز الشتيوي ياخذ الكره وسط تصفيق الجماهير الحاضره في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسيره. الكره للاتحاد نسبه امتلاك كره متعادله بين الفريقين. الكره يمشي المتميز فامي بن رمضان يبحث عن المساندة. التمرير سليم والاستلام من زياد المشموم. تبقى في محور الدفاع حسين الدين الزيري بدل لعلي زهير. على زهير تبقى لصالح الياس الجلاسي. الاتحاد الرياضي المنسيري يعرف نقطة قوة الترجي الهجوم والكرات الثابتة لأنه الترجي ما سجلش هذا الموسم العديد من الكرات الثابتة ولكنه يلعب بثلاثة مدافعين محور بتوصيات المدرب المتألق لسعد الدريدي. الكرة والمخالفة للترجي الرياضي التونسي يمشي شامو ذوادي لكوم كوليبالي فرانك كوم كوليبالي على البنك. على كل تبقى الكرة في اتجاه الشتيوي يربح رمية تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. يمشي إياب المباركي نومكم على الصورة فهمي بن رمضان تحصل على البطاقة الصفراء ولكن مردوده لحد الآن متزن ومردود مثالي إلى حد الآن. الكرة هذه كرة للترجي الرياضي التونسي وكالعادة يخرج الحارس محمد علي جراد. التوزيع وكل الكرات عادة ودائما ما يكون مستفيق حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنسيري محمد علي جراد. الكرة والامتلاك لصالح المحليين الاتحاد الرياضي المنستيري. تبقى الكرة دائما للاتحاد. عاد جد التحية لكل مشاهدي القناة الوطنية الأولى. وصلنا لأكثر من نص ساعة لعب 31 دقيقة لعب ودائما تعادل 0-0 في قمة الجولة 20 بين الترجي والاتحاد المنستيري. هذا كرة ليوسف البلايلي 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 يسقط أرضية الميدان والحكم نزال الطيف يعطي مخالفة تبدو خطيرة شهير على دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري وورقة صفراء جديدة للاتحاد الرياضي المنستيري يعتقد حسام الدين الزيري بالفعل. والكرة إعادة لضربة المخالفة الأخيرة المتحصل عليها الجزائري يوسف البلايلي تعدى ولكن الانزلاقية من حسام الدين الزيري تكلف الإنذار الثاني في المباراة للاتحاد بعد فهمي بن رمضان في الجهة المقابلة. طه ياسين الخنيسي من جانب الترجي في رصيد ورقة صفراء والمخالفة أمامكم على الصورة بين سعد بقير وأيضا يوسف البليلي مع تقدم لاعبي الدفاع بالنسبة للترجي للمناطق الهجومية. موجود شمس الدين الذوادي وأيضا أيمن محمود حتى فرانكوم يمشي للمنطقة الهجومية. المخالفة يخليها البليلي لسعد بقير. سعد بقير أكيد التوزيع باش يكون إما في القائم الأول أو في القائمة الثانية خاصة أنه كورة مجنبة نوعا ما. ننتظر التنفيذ يعطي الحكم الإشارة يرجع نضال الطيف ينبع الملاعبية في منطقة الجزاء. مناوشات داخل المنطقة كل واحد أكيد يبحث عن مصلحته. لاعبية الترجي من أجل خلق فرصة للتسجيل ولاعبية الاتحاد من أجل الدفاع على مرماهم وعدم قبول هدف حاليا في 33 دقيقة لعب. مباراة الذهاب كانت 1-0 للترجي بإمضاء وائل العربي اللي غادر الترجي في فترة الميركاتو. يرفع الكرة بالراس تضرب في الدفاع وتمشي للركنية أو ليش يقول الحكم ضربة 6 أمتار. هذا ممكن شمس الدين الذوادي كان ضرب الكرة الأخيرة. ننتظر الإعادة على كل والكرة ستعود للحارس محمد علي جراد. أمامكم على الصورة محمد علي جراد باش يرجع كرة الستة أمتار. هذه الإعادة لضربة المخالفة من سعد بقير رأسية تضرب في الدفاع وتخرج للركنية ولكن المساعد والحكم يقولوا ضربة ستة أمتار تعود للكرة. منستيرية بسرعة في مناطق الترجي من كوم الترويض بالزر ثم العودة لرأد الفادع. الفادع عنده الكرة يحاول يتعدى التدخل موجود على الكرة بالرمضان تماس المرة هذه يقول المساعد
يعود للترجي مع غضب ملاعبية الاتحاد على قرار المساعد. هذه الصورة أمامكم، الفادع مع بالرمضان، انزلاقية بالرمضان تضرب في الفادع تخرج تماس، يعطي الحكم الكرة للترجي، مرة هنا ومرة عند الاتحاد ومرة هناك عند الترجي، وقرارات الحكم لحد الآن نحبوها تكون في مكانها. تعود الكرة إلى طه ياسين الخنيسي، الخنيسي شيقول الحكم ثم لمسة اليد على ما يبدو ضد طه ياسين الخنيسي في المنطقة الهجومية للترجي. تعود الكرة من حسام الدين الازديري، يلعب بسرعة حسام الازديري، كرة للياس الجلاسي، يضغط عليه الخنيسي، يمشي جلاسي، يرجع بالكرة، يدور جلاسي على اليمين على اليسار في وسط الميدان، تلقى الياس الجلاسي إلى حسام الازديري، يمشي بكرة لعامر العمراني، العمراني كرة الفهمي بالرمضان، بالرمضان للعمراني مرة أخرى، كرات القصيرة بين ملاعبية الاتحاد دفاعيا من أجل خروج ملاعبية الترجي نحو الهجوم وترك المساحات. كرة لزياد المشموم، العودة للجهة اليمنى، دائما كرة ترى للاتحاد المنستيري مشتوي، يعود في وسط الميدان الياس الجلاسي، جلاسي يضغط علي الخنيسي، يرجع الكرة للعمراني في دائرة وسط الميدان، يمشي العمراني يلعب الكرة مع علي العمري، العمري للعمراني، والعمراني طويلة كورته في مناطق جزاء الترجي والمخالفة، المخالفة قريبة من خط منطقة الجزاء لصالح الاتحاد المنستيري. الكرة في مكان مناسب جدا للاتحاد المنستيري، 35 دقيقة لعب حبيب، هذه ضربة المخالفة للاتحاد والإعادة، تدخل شمس الدين الذوادي على الياس الجلاسي، وضربة مخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري تبدو خطيرة. العمري وأيضا الياس الجلاسي، الياس الجلاسي عادة ما ينفذ كرات ثابتة بالشكل المطلوب، هل تكون ثابتة في شباك رامي جريدي أم تخطى الشباك؟ هذا ما يتمناه وما لا يتمناه بطبيعة أحد الجماهير الفريقين، نحكي على جماهير الترجي وجماهير الاتحاد الرياضي المنستيري. يبقى الياس الجلاسي الأقرب لتنفيذ ضربة المخالفة. أعزائي المشاهدين وصلنا لدقيقة 36، جلاسي على الكرة أمامكم، رامي الجريدي يؤمر جدار المدافعين كالعادة بالثبات والتوصيات من رامي الجريدي، الكرة جلاسي الأقرب للتنفيذ، وصلنا لمطلع دقيقة 37، الياس جلاسي سدد الكرة في التسعين على القايم، ملا كرة للاتحاد الرياضي المنستيري مباغتة من جهة الحارس، يعني ما مرتش فوق جدار المدافعين، شوف تضرب دقيقة، تضرب في التسعين، شوف الياس الجلاسي، ولكن الحظ لا يلعب للياس الجلاسي، وتسديدة ممتازة كانت من متوسط ميدان الاتحاد الرياضي المنستيري، وأول الكرات ترتتم بالقائم في هذه المباراة. يوسف البلالي، التمرير سليم، الكرة للترجي، الترجي عادة ما يرد، الكرة ليوسف البلالي، وزع الكرة، ترجع من الدفاع، وكاد يكون الهدف، رأت الفادع بالرأس ملا البلالي، كل الكرات وكل أسيس والتمريرات من عند جزائر الترجي، يوسف البلالي، شوف الإعادة، شوف الفنيات، التمريرة بخارج الرجل بالإكستيريور دو بي، ما عندوش مشكلة، صحيح يلعب اليمين ولكن باطن وخارج الرجل يتعامل معاهم بالشكل المطلوب الجزائري. يوسف البلالي كرة عالية، رفيق كابو قصير لكن ياخذ الكرة بالسرعة والأناقة كالعادة، رفيق كابو ياخذ الكرة، رفيق بين زوز ملاعبية يوزع، ولكن الكرة تخرج رمية 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. أمامكم رفيق كابو كان سجل ثلاثية الجولة الفارتة أمام النادي الرياضي السفيقسي، وفي البطولة لحد الآن سجلوا زوز ثلاثيات. نحكي على رفيق كابو الجولة الفارتة كما ذكرت، أيضا أحسن المسعدي أمام اتحاد تطاوين في إطار الجولة 12 لما فاز الاتحاد هنا في الملعب مصطفى بن جنات بالمنسير 4-0. الكرة الاستلام من رائد إلى سعد بقير، سعد بقير التمرير للبليل، البليل يطلب بن محمد ولكن يخير التمرير في العمق، مستفيق رفيق كابو يرجع ويأمن التغطية الدفاعية ويربح الكرة والمخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنسير. أمامكم في الصورة، على الصورة الحكم نثال الطيف، الكرة الاتحاد الرياضي المنسيري، المشموم على اليمين
نقطة قوة الاتحاد الرياضي المنستيري. صحيح الدفاع ولكن لاعبي الأرقى نحكي والمخالفة والقائد يستغرب ويستدرك بتبيعة قرار الحكم، ولو أنه أعطاه ضربة المخالفة الحكم نثال الطايف. على كل زوز مقابلات أدارهم للفريقين سابقا يعني واحدة واحدة، وكل فريق انتصر في المباراة متاعه. التماس المساعد يقول تماس، والحكم يلتجأ لقرار المساعد الثاني محمد مزيد، والتماس لصالح الاتحاد الرياضي المنسير. أمامكم على الصورة القائد زياد المشموم، وصلنا لمطلع دقيقة 40 خمسة دقائق أمام الاتحاد الرياضي المنسيري والترجي من أجل الخروج من هذا الشوط الأول والفصل الأول بتقدم. هذه كرة الاتحاد الرياضي المنسيري يسقط أرضية الميدان، والحكم نزل الطيف يقول المخالفة للترجي الرياضي التونسي. قبل هذا يمشي يطمن على صحة اللاعبين، يمشيوا للقائد شمس الدين الذوادي أيضا ياسين العمري، ياسين يقوم والذوادي يبقى على أرضية الميدان. الذوادي راجع من إصابة يسحق الترجي الرياضي التونسي في قادم المقابلات وقادم المسابقات المحلية وخاصة القارية، ونحن نذكر مباراة السبت القادم يوم 27 الذهاب ضد تي بي مازمبيل كونغولي، ومباراة العودة يوم 4 ماي في لوبومباتشي. الترجي الرياضي التونسي عين على البطولة وأخرى، شهير على الكأس الإفريقية، وأكيد مباراة ربما استغلوا توقف اللقاء. لحد الآن لعبة متوازنة شهير، فما الفرص مباراة ما ينقص لحد الآن كل الأهداف شهير، وننتظر الأهداف بين الفريقين. هذه صورة لجمهور الاتحاد الرياضي المنستيري، أكيد الكل يتابع وينتظر رقم جديد للاتحاد في جولة 20. إلى حد الآن قلت أن الاتحاد والترجي هما الأفضل في مرحلة الإياب في انتظار باقي مجريات البطولة. الكرة ستعود بمخالفة ترجية، والفرحة المنستيرية كانت حاضرة في الجولات الأخيرة، خاصة أن الجولة الماضية انتصار خارج القواعد أمام النادي الرياضي الصفاقسي بمردود ممتاز لأبناء هذا المدرب. أمامكم لأسعد الدريدي، لأسعد الدريدي اللي يبحث على انتصار جديد واللي يبحث على رقم إيجابي جديد، خبرة كبيرة على مستوى الفرق في البطولة. في الجهة المقابلة معين الشعباني كان أمامكم على الصورة خذ القطار وهو يسير، نفس الشأن بالنسبة للأسعد الدريدي بعد ثلاثة جولات، تغيير على مستوى الزوز مدربين بين الشبان الأسعد الدريدي وأيضا معين الشعباني، أرقام إيجابية تتحدث وحدها على هذا الثنائي. والمخالفة من جديد، المخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري على ياسين العمري، هذه الكرة والإعادة، تدخل من فرانكوم، الكرة وضربة المخالفة، تدخل كان عنيف نوعا ما من فرانكوم. يمشي الحكم في اتجاهكم على ما يبدو الإنذار، بالفعل الإنذار لكاميروني الترجي بعد تدخل الأخير، هكا التعادل حتى على مستوى الإنذارات، 2 للاتحاد 2 للترجي. وننتظر تنفيذ المخالفة، إلى حد الآن كرات ثابتة لم تأتي بالجديد في مواجهة تحمل من الأرقام عدد 86. هذه الإعادة وتدخل من كاميروني الترجي، فرانكوم ارتكب المخالفة، والورقة الصفراء كانت من نصيبكم كيف ما كانت من نصيب الخنيسي. بالنسبة للترجي في الجهة المقابلة بالرمضان وحسام الزديري ثنائي المحور في تشكيلة الاتحاد موجودين بزوز ورقات صفراء. ننتظر الحكم نضال الطيف وصفيرة المخالفة كالعادة، الياس الجلاسي على كل الكرة الثابتة في التنفيذ، الياس الجلاسي أمام سعد بقير من أجل التغطية في منطقة دفاعية فيها كل لاعبي الترجي لحد الآن ما عدا يوسف البلالي قريب من دائرة وسط الميدان. وضربة المخالفة، الياس الجلاسي، التنفيذ من الياس الجلاسي، يرفع كرة كالعادة بالراس، والهدف الأول، الهدف الأول، أولا الراية موجودة، الراية موجودة، وهدف أبيض، الهدف مرفوض من علي العمري، هدف مرفوض من علي العمري في توقيت 43 دقيقة لعب. يرفع الراية المساعد الثاني محمد مزيد
وزايد يعني اللي صاير من جمهور الاتحاد هذه الكره والاعاده كان مقدم نوعا ما. اللاعب اللي مس الكره بالراس هو موسى علي العمري، ولكن اللاعب اللي حط الكره بالراس في المرمى بعض السنتيمترات كانت حاسمه في مباراه اليوم. والانذار مره اخرى، الانذار حاضر المره هذه لعلاء زهير. علاء زهير امامكم على الصوره، الورقة الصفراء الثالثة لحامل القميص رقم 3 في توقيت 43 دقيقة و40 ثانية، والورقة الصفراء هدف أبيض كان موجود المساعد محمد مزيد، يعني بعض السنتيمترات حكمت في هدف وقع إلغاؤه من المساعد. وقفة كانت ممتازة جدا للمساعد وقرار صائب. إذا كان الصورة واضحة بالطبيعة وكل اللي موجود حبيب، وإلى حد الآن مباراة متعادلة دون أهداف في شوط أول، فيها الكرة فيها الفرص وفيها الفرجة إلى حد الآن. شهير، لما تكون الكرة واضحة نجم حتى نحكم نحن بنظرة فني. الكرة عند انطلاقتها اللاعب اللي سجل هدف مقدم شوية ببضع السنتيمترات يعني على آخر مدافع الترجي الرياضي التونسي، هذا ما ينقصش من قيمة وجودة ضربة المخالفة والفينيش من لاعبية الاتحاد الرياضي المناسيري، ولكن الحقيقة تسلل موجود. شوف الاحتجاجات ربما من جماهير الاتحاد الرياضي المناسيري، هي لا تدري لا عندهاش الإعادة التلفزية لو أنها كانت تحكم على الكرة الأخيرة على كل هدف ملغى للاتحاد الرياضي المناسيري. وننتظر الوقت البديل اللي بشرف الحكم الرابع حسين بالحاج علي، واللي باش يقدروا الحكم الرئيسي نضال الطيف واصابه لاحد لاعبي الترجي الرياضي التونسي. هذه الاعاده الكره ورقه صفراء، هو يوسف البليلي بالفعل الترجي الرياضي التونسي في غنى عن هذه الاصابات. نحكي في المسابقات الافريقيه محليا بعقليه المحايد بطبيعه، نتمنى الفوز للاجدر، نعطيه الميريت ربما لهذا الفريق او ذاك، ولكن نتعاطف مع الانديه نتاعنا لما تلعب خارج القواعد. وفي المسابقات القاريه يوسف البلالي قد يكون اول التغييرات في هذه المباراه. على كل المخالفه للترجي الرياضي التونسي، والكل ينتظر الوقت البديل. انا شاهدت الحكم الرابع قام لاشهار الوقت البديل، لكنه عاود تراجع قد بطبيعه يرفع الوقت البديل في ما تبقى من الدقائق الاخيره. على كل يوسف البليري تلقى في الاسعافات الكره للترجي الرياضي التونسي. ايمن بن محمد، ايمن بن محمد يمشي، غيلان الشعلالي يرجع للخلف لايمن محمود، طويله في اتجاه المباركي، ولكن التماسي صالح الاتحاد الرياضي المناسبين. امامكم على الصوره لسعد الدريدي يعطي التوصيات للاعبيه. تجاوزنا الوقت البديل بدقيقه ونص شهير، لحد الان التعادل 0-0 بين الفريقين، ومباراه لحد الان ممتازه. يوسف البليلي باش يغادر رسميا المباراه، قاعد يتوجع ان شاء الله. سلامات لجزائر الترجي. يوسف البليلي هذه كره رفيق كابو رفيق يسقط هذه الميدان، لكن الحكم نزل الطيف يقول ما فماش مخالفه، ولكن لمس اليد موجود من سعد بكير والمخالفه المره هذه، والكره الثابته لصالح الاتحاد الرياضي المناسيري. البليلي يقوم ولكن ما نجمش يكمل المباراه، اصابه في الساق اليسار، ان شاء الله لاباس ليوسف البليلي. وفي هذه الاونه بالضبط الحكم نزال الطيف ينهي فعاليات الشوط الاول من قمه لقاءات الجوله 20 في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بين الترجي الضيف والفريق المستضيف الاتحاد الرياضي المناسيري. الشوط اول محترم جدا فنيا، نصنفوه فوق المتوسط. قسمه خيان في هذا الشوط الاول بين الترجي والاتحاد المناسيري. رجعوا الخط لاستديوهاتنا المركزيه على امل اللقاء بكم مع انطلاقه الشوط الثاني. الى اللقاء.